السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا، وبتيجي منه شكاوى كتير جدا من ناس كتير قوي، وخصوصا الستات. مجرد ما تبتدي تعمل رجيم يحصل عندك تساقط في الشعر، يبتدي الشعر يقع. طبعا الناس كتير بتتضايق، وممكن حتى لدرجة توصل انه يسيب الرجيم او يسيب الدايت بسبب القصة دي. في الحلقة بتاع النهاردة ان شاء الله هنعرف بالظبط ايه هي الاسباب وطرق العلاج، وازاي نحل المشكلة دي تماما ونتخلص منها للأبد. اول حاجه طبعا واول نقطه لازم نفهمها كلنا، ان في حاجه اسمه صلع وراثي، زي الصلع بتاعي كده عشان ما حدش يقول لي انت طلعت تتكلم في الشعر وما عندكش شعر. الصلع الوراثي ايه هو؟ ان الاب والجد حاجه متوارثه في العيله، فخلاص مهما تعمل مش هتعرف تحل المشكله دي، هو جاي لك خلاص، ده ما فيهوش بقى حل، مش هنقدر نتكلم فيه. احنا نتكلم في تساقط الشعر اللي ليه اسباب، وليه اثناء الرجيم بالذات الشكوى بتزيد. طبعا نتيجة الرجيمات الغلط، نتيجة الأنظمة الغذائية الغلط، الحاجات الرجيمات القاسية القليلة جدا في البروتين اللي بتعتمد على صنف واحد، القليلة في الفيتامينات، القليلة في المعادن، فبيحصل طبعا نقص في العناصر الغذائية المهمة في الجسم، فبيبتدي يحصل تساقط الشعر. لكن لو ماشيين غالبا على دايت معتدل في كل العناصر الغذائية، الكميات بتاعته مظبوطة، مش هيحصل عندنا خالص المشكلة دي، وتقريبا ممكن ما نشوفهاش. يبقى المشكلة جاية فين؟ من النظام الغذائي اللي انت ماشي عليه، هو غلط في الاساس. هنشوف بقى ايه العناصر اللي نهتم بيها، وايه التحاليل اللي ممكن نعملها، وازاي نحل المشكلة دي. اول حاجة طبعا ما نروحش نضيع وقت في حكاية الكريمات بتاع الشعر والشامبوهات والزيوت بتاع تساقط الشعر والكلام دي كلها عوامل مساعدة. ما تقعدش انت تدور على حل مساعد وسايب ايه الجذور بتاع المشكلة الاساسية والسبب الرئيسي عندك انت ما حلتوش. في ناس بتروح لدكاتره جلديه يكتب لها شامبوهات وزيوت وحاجات زي كده، وتحط المشكله زي ما هي قائمه، نفس اللي كان بيحصل وبنحذر منه. مثلا لما مريض سكر يروح لدكتور يكتب له علاج وزي ما هو اكله غلط، نفس المشكله. فانت لازم تحل جذور المشكله او السبب الرئيسي. اول حاجه لازم ندور على نسب البروتين، هل احنا فعلا بناكل نسب بروتين كويسه؟ كل واحد طبعا على حسب احتياجات جسمه. انا قلت قبل كده ان احتياجات جسمك من البروتين 1 جرام تقريبا لكل كيلو جرام من وزنك، فمعنى انك لو وزنك مثلا 100 كيلو انت محتاج 100 جرام بروتين في اليوم، ومش شرط يكون بروتين حيواني، ولكن متنوع من البروتين الحيواني ومن البروتين النباتي. وطبعا نأكد مرة تانية ان 100 جرام مثلا صدور فراخ هي مش 100 جرام بروتين، هي فقط 30 جرام بروتين، وهكذا علشان نكون عارفين الحسبة. البيضة مثلا فيها 6.5 او 7 جرام بروتين، ان في ناس فاهمة غلط ان 100 جرام بروتين فيروح يوزن 100 جرام لحمة او 100 جرام فراخ قد كده، وفاكر انه كده اخد احتياجات من البروتين، كده بيحصل عنده نقص وتبتدي بقى الضوافر تتكسر والشعر يقع. فأهم حاجة لازم نظبط نسب البروتين في الاكل بتاعتنا. تاني حاجة الهيموجلوبين ومخازن الحديد اللي هو الانيميا، لازم نهتم بالاثنين دول جدا. لو حصل نقص في مخازن الحديد بتاعتك في الجسم اللي هو اسمه الفيريتين، هيبتدي يحصل عندك تساقط في الشعر، حتى لو انت عامل تحليل وباين فيه انه طبيعي. ليه؟ لان الرينج بتاع الطبيعي عندك زي ما قلت بيبتدي تقريبا من 30 لحد مثلا 200. لو انت 30 35 40 هيقول لك الدكتور انك طبيعيه، وبرغم كده تساقط الشعر شغال. لازم تبتدي تشتغل على الحديد، ان مخزن الحديد تزيد. ليه؟ علشان نعلى فوق ال 50 60 70، كل ما هتعلي بالنسبه دي كل ما تساقط الشعر هيقف، وهنحل المشكله تماما. طب ازاي نحل مشكله الحديد والانيميا؟ زي ما اتفقنا الحديد فيه منه نوعين، فيه منه حديد جاي من مصادر حيوانيه وحديد جاي من مصادر نباتيه. الحديد اللي جاي من مصادر حيوانيه هو اللي افيد، هو اللي كميته اكتر، هو اللي مش بيتاثر مثلا بالشاي والقهوه، هو اللي الجسم بيستفيد بيه بشكل اكتر، مثلا موجود في الكبده وفي اللحوم وفي الاسماك. طيب كمان ممكن نهتم ان احنا ناخد فيتامين سي كتير جدا في الاكل بتاعنا، لانه بيزود من امتصاص الحديد. لو في واحد عنده مشكله في المعده او مشكله في الامتصاص بتاع الاكل بتاعه في الامعاء، لازم يعالج المشكله دي تماما. ليه؟ لان ده بيأثر على امتصاص الحديد. لو بتاخد دواء حموضه مثلا بيأثر على امتصاص الحديد. فيتامين د هنلاقيه داخل لنا بينط كده في كل حاجه، بينط في المناعه، بينط في التخسيس، بينط في حاجات كتيره جدا، غير طبعا موضوع العظم اللي احنا عارفينه. معظم الناس عندها نقص في فيتامين د. ليه؟ لان مفيش تعرض مباشر للشمس كل يوم زي ما اتفقنا. طب ايه الحل؟ الاكل مش هو حل فيتامين د، الاكل بس بيساهم في 10% من احتياجات جسمك من فيتامين د. فيتامين د بيتكون في الجلد بالتعرض المباشر، تعرض مباشر لاشعه الشمس، بيكون من الكوليسترول اللي موجود في جسمك، علشان كده بنقول الكوليسترول ماده مفيده، جسمك بيكون فيتامين د. طيب مش بنتعرض للشمس، يبقى لازم تاخد حبوب فيتامين د للابد. الاول هتاخد الجرعه المكثفه اللي هي الجرعه العلاجيه، وبعد كده تاخد جرعه وقائيه تمشي عليها ومش هتقطعها. الجرعه الوقائيه ايه هي؟ لو لقينا التركيز ال1000 ممكن ناخد 1000 وحده دوليه مره كل يوم باستمرار ما تتقطعش. لو الحبايه اللي هي ال50000
ناخد الحبايه ال 50,000 دي في الاول كل اسبوع لمده من 8 ل 12 اسبوع، دي الجرعه العلاجيه، وبعد كده الجرعه الوقائيه ال 50,000 واحده دي بتتاخد مره واحده في الشهر. الزنك، الزنك لازم نهتم بيه جدا، وخصوصا في موضوع تساقط الشعر. الزنك موجود فين بشكل طبيعي؟ موجود في اللحوم، موجود في الاسماك، موجود في منتجات الالبان، موجود في المكسرات، في المكسرات، موجود في الحاجات البحريه كلها زي المحار وزي الكلام ده. طيب في تحليل للزنك، في تحليل للزنك لو عايزين تتاكدوا كمان بالظبط ان الزنك مستواه مظبوط، في تحليل دم بيتعمل للزنك. طيب لسه في نقص، يبقى انا اخد لازم مكمل زنك خارجي طالما ان الاكل بتاعي مش مظبط احتياجات جسمي من الزنك. نيجي بقى للغدة الدرقية. الغدة الدرقية طبعا لازم نظبطها ونشيك عليها ونتأكد ان التحليل بتاعها مظبوط، لو فيها خلل بتعمل تساقط في الشعر، وده اكيد كلنا عارفين. عندنا كمان فيتامين مهم جدا هو فيتامين B12، وده عاملين عنه حلقة كاملة على القناة عندنا. اللي ما شافش الفيديو هسيب لكم الرابط بتاعها في الفيديوهات المقترحة لما الفيديو يخلص، وكمان هيطلع لكم دلوقتي الرابط فوق بتاع الحلقة. كده خلصنا التحاليل اللي ممكن نعملها وايه الاكل اللي نهتم بيه ونعالج المشكلة ازاي. نيجي بقى في عند الستات بالخصوص، الكلام اللي قلته في الاول ده ستات ورجال. نيجي بقى عند الستات بالخصوص لو في خلل في الهرمونات بتاعتك، وخاصة ده هيتزامن هتلاقي ان عندك اضطرابات في الدورة الشهرية، والدورة الشهرية غير منتظمة. خلل مثلا في هرمون التستوستيرون، في هرمون البرولاكتين، في هرمون اللي هو الاف اس اتش او ال اتش، لازم طبعا المشكلة دي تتحل، ولما تتحل ان شاء الله هتلاقي غالبا مشكلة تساقط الشعر عندك اتحلت. نيجي بقى للنصيحة الأخيرة ومهمة، هي الأوميجا 3. الأوميجا 3 أو اللي أنتم بتسموه زيت السمك، وأنا عامل عنه حلقة في القناة، من ضمن فوائده إنه بيخلي فروة الرأس رطبة وكويسة، وبيجنبها الجفاف بتاع فروة الرأس، والجفاف ده سبب من أسباب تساقط الشعر. علشان كده الأوميجا 3 من مكمل، لو سألتوني إيه المكمل الغذائي اللي لازم أحرص إن أنا أخده، هو الأوميجا 3. طالما احنا مش بناكل سمك 3-4 مرات في الاسبوع بانتظام، فلازم اخد مكمل الاوميجا 3 بانتظام، لان ليه فوائد كتيره جدا وبيدخل في تركيب الهرمونات وتركيب الفيتامينات في الجسم. وهنرجع لنفس النقطه مره ثانيه، ان لو في خلل في الهرمونات يبقى انا محتاج ان انا اكل دهون صحيه بشكل كويس، واكل اوميجا 3 بشكل كويس، لان الحاجات دي هي اللي بتدخل في تركيب الهرمونات اصلا في الجسم. اتمنى ان شاء الله في نهايه الحلقه تكون حلقه مفيده بالنسبه لكم. اكتبوا لي رايكم في التعليقات، اعملوا لايك وشير للفيديو عشان الناس تستفيد وتتعلم بيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.